لن يكون هناك اضرار بامن مصر المائي ده خط احمر وضعته القياده السياسيه ومتروك تقدير حجم الضرر الذي يقع والنقطه الفاصله او بيسموها نقطه النقطه الحرجه في الوصول انا ممكن يكون في تقديري ان النقطه الحرجه هو بناء السد من الاساس ممكن يكون في تقدير شخص اخر انه عدد البوابات وعدد التوربينات هو الخط الاحمر ممكن واحد تاني يرى ان النقطة الحرجة هي مساحة كمية المياه المخزنة خلف السد ممكن واحد تاني يقول النقطة الفاصلة لو حصل جفاف والجفاف الممتد خلى اثيوبيا تملى الاول الخزان خلف السد قبل ان يتم ايفاء او استيفاء المياه اللازمه لمصر والسودان قد يكون اراء متعدده في تحديد نقطه الخطر لا اريد ان افلسف الامر ولكن افهم من وجهه النظر السياسيه كيف يتم صوغ وصناعه القرار ثم اتخاذ القرار ده عمليه معقده وانا بعود للشعب المصري الوطني الاصيل بقول له افتكر بس في 73 من 70 ل 73 قال لك عام قعدوا يتريقوا وعام الضباب ده في ضباب دعم الحاسم اللي جاي دعم غيره غيره وشفنا في الأفلام بتنقلنا إنه كان فيه نوع من السخرية على قواتنا المسلحة قبل العبور شفنا هذا الكلام في أفلام كتير والضغط الشعبي اللي نابع من الخوف على البلد اللي نابع من مش بالجهل من لا لا خالص الشعب مش جاهل الشعب فاهم واعي الشعب عنده حساسية وعنده ترمومتر بيحس بالخطر الشعب سنة اتنين ثلاثة اربعة وهو بيقول امتى فجاه كان فيه تخطيط وكان فيه وكان فيه وكان فيه الخلاصه بقول انه احنا لا نتمنى في مصر لا لا نتمنى ان احنا نصل الى نقطه لا نريد ان نصل اليها في كل الاحوال الدوله دي دوله لازم تعرفوا كلكم دوله كبيره ودوله قويه ودوله عافيه وما حد هيقدر ياخد حقها مش كلام حنجولي والله ومش كلام الاستهلاك المحلي ولا كلام اعلامي لكن بقول قولا واحدا محدش هيقدر ياخد نقطة مية بتاعت مصر ولا حد هيقدر يعطش مصر ولا حد هيقدر يركع مصر لأن مصر رفع راسها بإذن الله بفضلكم فضل الشعب واصطفافه القلق الجمعي الموجود والغضب الجمعي الموجود والقلق الجمعي الموجود عند الشعب المصري رصيد هائل من الحب لهذا الوطن رصيد رائع من الإخلاص لهذا الوطن هو الآن الآن على إيه؟ الآن على بلده الآن وإحنا هنعطش مش هنلاقي ما نشرب لا عندي تنمية وعندي زراعة وعندي صناعة وعندي عندي عدد سكان بيزيد لازم أوفي عندي عندي حاجات بالتالي الشعور الناس من 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 أكبر واحد لأصغر واحد من من أهم واحد لأبسط الناس كل الناس عندها شعور قد يكون متساويا في القلق على مياهنا والقلق على مستقبلنا المائي والقلق لكن بقول لك تماما اقلق إيه وقلق إيجابي لكن اعرف تماما ان في شغل ليل ونهار في تخطيط ليل ونهار في تقدير موقف ليل ونهار في استعداد ليل ونهار لكل السيناريوهات ومش كلام ايضا للاستهلاك المحلي